أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثل سيد ربي مشريح سبحانه وتعالى غدي تمر آدي قر أخذم في خير هذا الحم يقرد وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إفكي غد ديننا باش يزرع الرحمة ذي المحبة اتساقمات اتسدوكية القوية ونجنسي من يقرد إنما المؤمنون إخوة من كل يون أليف إجمسين سيم ذي الوقت نطيق سيد ربي سبحانه وتعالى غادي ذي العوني أي من نسيم مدام ثلث ذي العون وثماثني كنسي من كذيني. ولكن أي ثمثن ونلقر العبد أذي جعل بلين أذا سيروحي عثافيس ماذا قلنا يخدمي خير وينك خدمني خير العثاب يسوس يصروح على سيد ربي ولا يظلم يون ولا يتشوي يون يقرد ولا يظلم ربك أحدا ويقرد إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سيد ربي سبحانه وتعالى ويتصدر الأجر ولا يخدمني خير كجني أعقل سيمانك بندم ماذا قلت تخدمني خير أكثر ديار وخلاق سبحانه وتعالى أكثر ديار ورتزل إذا أنت في الصفة يسيك زمالة أكثر ديار أتخدم دي خير ذاكين أكي من عقوين ندير ذي أتخدم دي خير ذاكين أذي دي اسمه دي الخير سنسين يظن أتخدم دي خير ذاكين أكثر ديار يوم القيامة إذن تيك ويان إذن تيك زران أكام يث مثل سيد ربي مشبيح ذا الرحمن ذا الرحيم خذت كان يتقسيب تمش تطوح كانك أكين أتسيد الأدب خطر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولي غفيانا ما في مثقال ذرة مثقال ذرة ذي القاع تمش طوح ذي القاع نغض الجنية يتويت يتويت أو طوف تذركات أفضل ما ذركان دقي ضمطيام يتويت الملث يحو كجنية ثقش تمش تطوح كان كجنية ثلا يوث التمغارث تكش مغارس بيتر وثروح ذي الكومة ذي السيرفيس لا يعني بشو يكركم ميسي مجروح على سيدي زور وبلدي قعدنا في سيدي زور يجتين وثفق على مرة فروح وثي داقيرة وتسلر على الناس من بعيد كان كيسي شوية بلدي قام مجروح قعدنا كان في لابومبا يسونس باش دي عمر ليسونس نار المازوت الكاروسيس يولا ثمشيشتا اكدو الرويس دوكلا الغاليون ممكن أصغر ذا صغر أدن جيت خرت مقوى جون وكلماتيزار أم كيف خدم تمشي اشتنين أد سقرع في مقوى النين سيرسيس مدغيت غروق مشيس أسرح هذا السر غروق مش نميس إذن شابن دفاذ أكنين إتزاركنين يروح إما يروح يقول ثقرات يجميت يتشور سيد ذمان يقول يسن سيد يمشاشني سوال أرميروال أسمي سوال أرميروال روحا وانسا وديرا ثما وثغروية يخدم كان العمل يكشم غير تكروس تسي كمية فريدي صغير يماس أكن يقول أروان داك انت لكني يوفان أمطرحني فيد بغيوان بلي ذاك مليث كمل يماسني إذا انتقى كان اليون خدام داخي إني سعنين ثمارتني إلا ذو مطرحينا معني تكمل إني سلا إني سأنظرنا مش ويفكيز تسيد ربي سبحانه وتعالى في وقتنا الرحمة هاكا توكيد ثوفا ديما نس يعوفا تسيد ربي ونكسيت السياق نجدر سنكا ويملز دان كان أني ذا مرتيف ويخما كاي غاوي غرغورس أكنيا إكشن غير مكان يغيثلا يوفات استقيم غاف مطرح وثم ذا غرز دعوس الخير مثي دوايا تنية سنة غمية أكيان كي تسويغ غسا كندي الغايبو بني غيث لكني ثنية سكا كي تسويغ يميسن تفكي ضمان إيمشيشني إسوان أرمي أروان إميرن إدن زرف اللي نثو قيثنا الرحمن صور ويني دقيقا يريد مكن اللي غزيه يكسي مرة أكل كرد يغينك نفلي مرة أقي أحمد غرب بشكرف أيك مثل ثقسي دينا بثقين ماشي دين يفروني قلان رمور ربي وسعيث سيد ربي زرى كلش ويزمري كلش
أخذ ميخير في الجزيرة ربي، الصبر في الجزيرة ربي، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني أريد سي قال غادي يخدم كل شيء إلى قص إلى قا أبي سيك أبي سيك شما غفل ندرت فوق ثمسات لا خدم يوقام الصبر، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الإنسان ينيخ الصبر تنال وينك صبر الحشد اللي نال، اذا تكويد اي عبد المؤمن اللي يخدم خير وادي يجي ربي هكا، وين يخدم من خير الراسي خير، وين يخدم من اين اي الشر كشين الراسي خير، وغور كان درت تسراد تشوفو سيه، وغور كان اذا غادي يفكروا لنا الريج تمس، اش واحد هذا استرد تمس، كشنو استسراد تمس الراس تكير ذن كاين كل يوم كان اللي يعوم دوين الا ندك فوسيش دوين يستخدم دوين يزدر يقلا ويس يقلا اني لا ندك ويس انظر في سيدي ربي العفو، وانظر في سيدي ربي العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره غادي يهدوا الجميع. اي مثلا تسكين الدنيا تصغر وتصغر الشيطان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. الا قنع عبد ان يخدم الخير وادي يصبر وادي يدعو على سيدي ربي يعفو، نغلط مره ولا شي لاعبد نغلط ترى، كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون. الانسان الي تشرون في الغلط ينس وتما قيره وياض نظن دائما. اما الانسان المؤمن اما كنت نوش في حنا نفين صلى الله عليه وسلم اما انيس لعقبه بن عامر رضي الله عنه انيس يا عقبه امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك، الطف إرسيك ثقم القخاميك وتسندر في هم تسرود في الغلطة غير خدمة الولد اللي نغول خدمة على الغلطة. إذا أنت قوياد كان نسرود في الغلطة نغ ونس مقال على الغلطة قوياد النظام كان يتمثل يق دائما نسوهين غريم من نغل كنا نسوه هذا الغير. أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أن يعفو ربي الذنوب نغ ما أعلنا وما أسررنا وما أخطأنا وما تعمدنا وما علمنا وما جهلنا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.